لملاقاتكم على الهواء مباشرة وعلى قناة ميديا تيفي لنرفع سويا تحديا جديدا من تحدياتنا اليومية وأفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. يحتفل باليوم العالمي للسكري في 14 من نوفمبر من كل سنة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على المرض وأثره على الأفراد والمجتمعات حول العالم، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بمخاطر السكري وضرورة اتخاذ خطوات وقائية للحد من انتشاره. وموضوع اليوم العالمي للسكري لهذه السنة هو السكري وصحة القلب، ويسلط الضوء على أهمية الوقاية من أمراض القلب لدى مرضى السكري، نظرا لأن الأشخاص المصابين به أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة. وهذا الموضوع يدعو إلى اتخاذ خطوات للتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل مراقبة مستوى السكري في الدم، اتباع نظام غذائي صحي، زيادة النشاط البدني والامتناع عن التدخين. فما هي إذن رهانات الاحتفال باليوم العالمي للسكري؟ ويسعدني للتباحث في هذا الموضوع أن أرحب معنا بالدكتورة صوفيا لحطة، طبيبة عامة متخصصة في التغذية والتربية العلاجية. مرحبا دكتورة صوفيا. شكرا أستاذة خديجة على الاستضافة. بارك الله فيك. كما أرحب معنا بالدكتور عبد العالي المرنسي، صيدلاني أخصائي في التغذية والتجميل. صباح النور دكتور، مرحبا. شكرا للاستضافة الأخت خديجة. مرحبا مرحبا. طيب أبدأ معكم دكتور مرنسي، يعني ما طبيعة الرسائل التي يحملها اليوم العالمي لداء السكري خصوصا مع هذا الشعار السكري وصحة القلب؟ يعني ما هي خصوصية هذا الشعار هذه السنة؟ نعم، كل 14 نوفمبر كيحتفل يعني العالم بهذا اليوم، يعني هو عنده أهمية قصوى وكيحمل رسائل كثيرة، وعلى رأسها التوعية والتحسيس من مخاطر والأسباب هذا الداء، وكذلك وضع والانخراط في الآليات الوقائية والعلاجية من أجل محاربة الداء اللي كيأثر سلبا على العمل الأعضاء الحيوية ديالنا. وأنا كنتمنى تكون أيام عالمية وطنية لمحاربة الداء السكري، لأن الأرقام ولات مخيفة جدا، أكثر من 500 مليار سكان العالم، وأكثر يعني ما يناهز 3 ديال المليون المغاربة اللي هما مصابين بهذا الداء هذا. والخطير أن نصف ديال هذه الأرقام هذه الناس مرض بمرض سكري وما عارفينش راسهم للأسف، ويعانوا من مقاومة الأنسولين كذلك. ما عارفين شي باللي راهم في الطريق الى مرض السكري. السكري، نعم. جيد دكتوره صوفيا، الوزاره تبذل كل الجهد يعني في رعايه او في مجال رعايه مرضى السكري، في مجال العلاج، في مجال الوقايه. يعني انتم ما خارطه طريق اشتغالكم مع مرضى السكري؟ دونك اول حاجه الدور ديالنا كيكون بالخصوص يعني الصيادله، الاطباء العاملين، يعني في الشل كامله ديال لو سيستيم الاطباء كاملين بينا كان مجموعين. الدور ديالنا هو اول حاجه نعرفوا المريض بالمرض ديالو، يعني بحال اللي كنقول دائما مهم باش نحاربوا العدو نعرفوا شكون هو العدو، لان هذا المرض بزاف الناس وخا سامعين به، وخا كيقول لهم الطبيب عندك مرض السكري ما عارفش في الحقيقه هذا المرض شنو هو. دونك اول حاجه هي يعرف هذا المرض انه مزمن، ان ممكن الوقايه منه، ان كاين العامل الوراثي، وكاين واحد المجموعه ديال ليزابيتود يعني التصرفات والعادات، مجموعه ديال السلوكيات ربما اللي هي يوميه اكزاكتومون، اللي هما اللي غادي للاسف غادي للاسف وفي نفس الوقت مزيان نعرفوا انهم كيحددوا المصير ديال المرض عند المريض. لان واحد اللي كيدير نظام غذائي كيمارس الرياضه غادي يتعايش على المدى مع المرض ديالو، غيتفادى امراض القلب الكلاوي اكسيتيرا، واللي ما غاديش يعترف وما غيعرفش المرض ديالو والطبيعه ديالو وما غياخذش الادويه ديالو، ما غيتبعش عند الطبيب، ما يتبعش النظام الغذائي، غادي يقدر يسالي يعني بواحد المضاعفات اللي جد جد خطير. في يوم العالمي دكتوره، شنو ربما الانشطه اللي كتقوموا بها كاطباء متخصصين في هذا المجال مع المرضى؟ بالضبط، يعني اللي هو الوعي، دونك نوعيو بهذا المرض وكنانسيستيو على الوقايه، لان بحال اللي قال الدكتور عبد العالي المشكله الكبيره ماشي هما الملايين اللي عندنا ديال المرضى او
مليون، ممكن يوصل مليون ديال المرضى اللي ما عارفينش راسهم عندهم هذا المرض. دونك راه كاينين اللي كان لي نو ديكلارينين ما عارفينش راسهم. المشكل هو الكثارين اللي جايين في الطريق، يعني اللي عندهم لو بري ديابيت، يعني كنشوفوهم غاديين في الطريق عندهم استعداد انهم يتصابوا بمرض السكري. اللي غاديين في الطريق واللي الواجب علينا نفهموا لهم الاهميه ديال ان كي كياكلوا اليوم كي كيتحركوا اليوم من هنا 5 سنين راه غادي تكون دايره واحد الاثار في الصحه ديالها. طيب دكتور مرنيسي، التغذيه ومريض السكري كيف هي العلاقة؟ علاقة ود، علاقة محبة، علاقة خصام، كيف هي طبيعة العلاقة التي تربط التغذية بمريض السكري؟ نعم، هي في الحقيقة التغذية من الركائز الأساسية، نعم، يعني لتدبير وإدارة هذا المرض. وبصفة عامة يعني التغذية لازم الإنسان يكون عنده واحد الوعي شامل عليها. فانا كنركز على واحد النقطه، الانسان دائما يراعي للكم والكيف. صح، الكم انه ما ياكلش بزاف، يعني يكون عنده التغذيه ديالو خفيفه لراحه الجهاز الهضمي. وحنا مسلمون، اذا خصنا نستجبوا للقواعد الدينيه والاحاديث الرسول اللي يقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع، وكذلك تولت لي الطعام تولت لي الشراب تولت لي النفس. فهادو اشارات ان ما خصناش ناكلوا بزاف. اذا الماكله تكون، انا زعما كنصح جوج مرات في اليوم كتغذيه اساسيه وواحد لاكولاسيون خفيفه، يعني وجبتان في اليوم. نعم، وكولاسيون اذا كانت الضروره. واذا كان الانسان يعني يستدعي انه ياكل بزاف ديال المرات فخصها تكون قليل في كل وجبه، قليل جدا. هذا الكم. ماذا يجب ان تتضمن هذه الوجبات ما بين الوجبتين الرئيسيتين؟ يعني الشخص يحس، يعني هو مريض، نعم، ضروري كيكون يحس بالجوع، واحد الشعور اعراض يعني في البدايه، فتما خص تدخل ضروري، نعم، ياخذ شي حاجه. فهنا كنقولوا يعني ضروري كاين هذا الكم والكيف، لازم مراعاه الكيف في التغذيه. الكيف كنركز ان الانسان ياكل الالياف الغذائيه بكثره، لان عندها بزاف ديال النتائج الايجابيه، على راسها اولا كتنشط لينا وكتغذي لنا البكتيريات الصديقه. للبحوثات العالميه والبحوث الاخيره تبين على ان الميكروبيوت العالم، يعني البكتيريات في الامعاء، ولات كتحافظ على الصحه ديالنا الداخليه بشكل عام، وكتحافظ على المناعه ديالنا في الجهاز الهضمي بصفه يعني خاصه. هذه وحده. وثانيا الالياف كتساعد ان الامتصاص ما يكونش بشكل سريع ديال ديك السكريات اللي دغيا كتوصل للدم وتطلع البيك وبالتالي طالب على الانسولين بشكل كبير. هذه نقطه. نقطه اخرى، الانسان دائما يقلب يعني التغذيه اللي غتشبع، ماشي التغذيه اللي غتفتح له الشهيه اكثر. نعم مهمه هذه فعلا. هذه الالياف اللي تعطيه الامتلاء دون يعني كميه كثيره بشكل يعني سريع وما غيكونش عندك واحد الطلب تزيد تاكل بشراء الى اخره. حنا غادي نشوفوها في الاعراض. دونك بالنسبه للنقطه اخرى مهمه بزاف، هو الراعي الاندكس جليسيميك، كل ماكوله ماكوله، يعني لاشار الاندكس جليسيميك هو لاشارج، يعني لاشارج جليسيميك وكذلك الاندكس جليسيميك والمؤشر السكري في الماكولات. فهما كيتصنفوا على ثلاثه ديال الانواع، كاين قلب 50، كاين 50 70، وما فوق 70. فالماكولات اللي كتكون غنيه بالكربوهيدرات السكريات سريعه الهضم بحال لي باتيسري، المشروبات الغازيه، العصائر والسكر الابيض، فهذه اكثر من 70. واللي كتكون ما بين 50 70، يعني نقولوا حنا الحبوب الكامله المسائل كتكون فيها الالياف، وقل من 50 كنلقاو في الخضر فواكه. فهذا مؤشر مهم خصنا نعرفوه ونردوا له الباش التغذيه ديالنا غادي تمشي لهذا الاكل اللي هو ناقص الكربوهيدرات وناقص السكريات. ما خصناش ناكلوها هي الاولى اللي كتكون اكثر من 70، يعني هذه الحلويات وهادشي ما خصناش ناكلوها. نبداو بها الوجبه، ما نبداوش بها الاول اليوم في اليوم، يعني تقصد يعني في اليوم ومن يكون الانسان جهاز هضمي فارغ ما نبداوش بها، باش ما كيطلعش ذاك المستوى ديال السكر في الدم مؤشر يعني بسرعه، وبالتالي كيكون طالب على الانسولين. طيب دكتوره صوفيا، يعني عطونا على ما تفضل به دكتور مرنيسي، يعني هنا ربما خص الوقايه في وخص واحد عنايه دقيقه جدا فيما يتعلق بالتغذيه. ما هي المضاعفات في حال عدم التزام بهذه الارشادات؟ دونك المضاعفات هي ان بحال اللي كنقولوا مرض السكري هو مرض عضوي، يعني كيأثر على جميع الاعضاء ديال الذات. دونك المضاعفات، القلب كيمرض،
كاين هو الشعار ديال هاد السنه. هو الشعار ديال هاد السنه يعني. نعم. كاين الخطر ديال السكته القلبيه، الخطر ديال يعني مشاكل في الدوره الدمويه لي ترومبوز، مشاكل اف سي يعني خلل في العروق اللي يقدر يؤدي للمشكل، لان الواحد بحال اللي كنقولوا السكته القلبيه راه كيقدر يطرى السكته الدماغيه. الدماغيه اللي تخليه الله يحفظ يعني باعاقات بشلل اللي اثروا على الحياه اليوميه وعلى حياته. دونك هذه من واحد الطرف. كذلك المشكله ديال الكلاوي دونك اللي غتسالي به، يعني الله يحفظ اذا ما خداش الدواء وما تبعش النظام في الدياليز الى اخره. والكبد حتى هو كياكل الدق بحال اللي كنقولوا بزاف، يعني كيتفرص على الخدمه ديال الكبد. والعينين، العينين يعني كيولوا مشاكل في الشوف. شوف نعم النظر يعني ديجا نشوفوا اي عضو في الداس ديالنا في الجسم، ميم البشره، اي حاجه كتتاثر بالسكر. دونك المضاعفات كيبقاو على الجسم شويه على الجسم كامل وغادي كيتسلسلوا. والواحد في ديك نقدر نقول له ان في ديك الحاله كيفقد شي شويه السيطره، لهذا من الاول يحاول يتفادى هذا الطريق كامل. تمام. ونحتاج اذا للوعي للتوعيه، وهذا ربما ما ساحاول ان اتباحث فيه معك دكتور مرنسي. يعني حتى لا نصل لهذا المستوى لهذا الحد يجب ان نكون واعيين. نعم. بالتغذيه، حتى بالسلوكيات ديالنا، بنمط العيش ايضا. نعم. لانه مهم جدا. اين نحن اليوم من الوعي بمخاطر داء السكري، ونحن اليوم العالم كله يحتفل بهذا الداء كمجتمع، كافراد، كاعلام، كاطر صحيه؟ نعم. هل لدينا ارقام ربما رسميه كمؤشرات على ارتفاع منسوب الوعي بداء السكري وبمخاطره؟ نعم. منطلقا ربما غير من الحالات اللي كيجيو من عندكم، من الحالات ديال التشخيص. انا بصفتي صيدلاني. نعم. والصيدليه كتعد يعني او اقرب نقطه. صحيح. في المجتمع للمواطنين، والاستشارات يعني بالمجان، فحنا كنتلقاو شبه يعني بشكل شبه يومي يعني تساؤلات ويعني الاعراض اللي الناس كيحاولوا يقولوا لنا عندي هذا، يعني اعراض معينه اللي حنا كنفهموا مباشره باللي خصو ضروري يعمل واحد الكشف مبكر. مبكر. يا اما غادي يمشي يعني لاقرب نقطه صحيه اللي غادي يعمل فيها هذا الكشف. وكذلك نلاحظوا باللي كاين في المنظومه الصحيه يعني في لو سيكتور يعني بيبليك حاليا تنشوف بزاف ديال المراكز الصحيه اللي ولاو فيها اخصائيين في التغذيه. تمام. هذا شيء جيد يعني مؤشر هذا. وكنشوفوا بزاف ديال في المجتمع المدني كذلك ديال يعني كاين مجتمع مدني اللي كيهتموا خصيصا بهاد الناس اللي عندهم مرض سكري، كتوعيه، ك ك ك ك ديبيستاج يعني كشف مبكر، كادويه، دونك كيعاونوا الناس بشكل مجاني. وكذلك تنشوفوا في المدارس يعني في برامج يعني كنلاحظوا يعني هذا الشيء ولا يعني الجهات المعنيه تقوم بهاد الحملات. نعم. في المدارس التوعية كنشوفوا في اس بي تي البرامج ديال الاطفال. نعم. ولاو كيدخلوا هذا، لكن كيبقى دائما هذه الارقام مهيله واللي بشكل تصاعدي في المجتمع كتخلينا نفكروا باللي راه مازال كاين الخدمه، يعني باقي خص تضافر الجهود يعني كمجتمع مدني، قطاع خاص، عام، مؤسسه، يعني خص ضروري الاعلام، خص الاعلام كذلك كيقوم بندوات بحال هذه الحلقه اللي كنشكرك عليها. مرحبا. بشكل تواجد زعما صراحه لكم شكرا جزيلا. دونك احنا بالنسبه لهذه المؤشرات هادو تنفرح، ولكن بحال المناطق النائيه، البوادي، المدن الصغرى كنشوفوا ما كاينش واحد كثرت يعني الكلام على هذه الاشكاليه. وحنا اللي كنتمناو هذا الشيء يكون بشكل مستمر ويكثروا الندوات، يكثروا اللقاءات العلميه. لقاءات. نعم، لان الوقايه اخر من العلاج كما يقول. صحيح. خصوصا اللي كانت كما قال الدكتوره يعني في الاوقات الاولى ديال بدايه مقاومه الانسولين. انا كنركز مقاومه الانسولين. تمام. الانسولين هي المدخل اللي كتوصلنا لمرض السكري. دونك الانسان خصو يعرف هاد لي غواج وهاد الاعراض خصوصا. هل تختلف اعراض مقاومه الانسولين؟ نعم. عن اعراض مرض السكري؟ والسكري فيه النوع الاول والنوع الثاني. نعم. مقاومه الانسولين كنحسوا بها، لان شنو هي اول مؤشر او اول ربما عرض يمكن ان ندق من خلاله. نعم. ناقوس الخطر هو الشراهه في الاكل،
هو الحب انك تاكل السكريات والدهون المشبعه كيجيك يعني عندك واحد رغبه كبيره بزاف، وكتكون كتعطش يعني رغبه في شرب الماء، يعني هذو العلامات والاشارات اللي خصنا نردهم. كذلك تكون زياده في الوزن، الانسان كيزيد في الوزن بواحد الشكل يعني غير عادي، فهنا خصو يوقف، وخصوصا على مستوى دوره البطن تيكون كيبان بدا كيزاد، فهنا خص ضروري وقفه، انسان يدير تحاليل ديال مقاومه الانسولين وتيست هوما، يعني كان الدكتوره راه شاطر من الراي يعني كنعبروا الانسولين في الدم في اللابوراتوار داناليز، هي نادر ما كيطلبوهاش ولكن مهمه بزاف، لان هي اللي كتعطيك فين وصلتي فين انت في مقاومه الانسولين. وكما كتعرف الانسولين هي واحد الهرمون اللي هي كتفرزها البنكرياس ديالنا، صحيح. فحنا لما كناكلوا كنتغداو يعني كناكلوا كناكل افراط في ادخال الكربوهيدرات عن طريق الاكل، فالمستوى ديال السكر في الدم كيبدا يطلع دائما، كيدير داك لو بيك، اذا الطلب ديال الانسولين طاب البنكرياس كيكثر بزاف، والبنكرياس كتعيا واحد الوقت، اذا الكميه كتنقص. وكاين النقطة أخرى هي الحساسية ديال المستقبلات ديال الخلايا الجسم ديالنا لهذيك الأنسولين، كتبدا تنقص الحساسية، ما كتبقاش فعالة الأنسولين على مستوى الغشاء ديال الخلايا ديالنا، إذا السكر كيبقى مركز في الدم وتيبدا يطلع دائما بواحد الشكل متوالي متوالي، هنا كيطيح الإنسان مرض السكري. السكري. دكتورة صوفيا، يعني السيطرة على مرض السكري مضاعفته ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية ربما ديال الجهات المعنية، ديال الأطباء، ديال الأطر. يعني نحتاج للوقاية، يعني ما هي سبل الوقاية من مرض السكري؟ إضافة إلى ما تطرقنا له يعني بتفصيل أكثر حتى نضع المشاهد الكريم في هذا الإطار ديال التوعية. دونك بحال اللي كنقول دائما حنا في العصر ديال الماركتينغ، يعني نعم كنبيعوا البرودوي. أنا على يعني على حسب ما كنشوف خص يكون كنبيعوا بالبرودوي ديال السعادة وديال نمط العيش اللي هو صحي. دونك ننميو بالخصوص بالاطفال الفئه اللي عاد كتكبر اللي هي المستقبل للبلاد، على الاهميه ديال الرياضه، يعني نحاولوا ما امكن في المدارس في يكون الاكسيسيبيليتي، يعني في اي بلاصه كاين فين يمارسوا الرياضات، صحيح صحيح. كره القدم دابا تبارك الله راه كنشوفوا بزاف ديال غير هنا في مثلا في طنجه كاين بزاف البلايص فين الوليدات يقدروا يعني بمشي بطريقه عشوائيه غير بحال شحال هذه، يعني ممكن يديروا كره القدم يكون ايكيب، يعني بواحد لا ديسيبلين، يعني نحاولوا ندعموا الرياضه لانها كتحمي بزاف. واخا الواحد بحال اللي كنقول ياكل ماكله شويه زايده كينقي الجسم ديالو، حتى لو سيدونتاريزم يعني قله الحركه لعبوا واحد الدور بزاف، نقدروا نقولوا ان اي حاجه كلاوها الناس كتاثر فيهم بواحد الطريقه زايده، لان حتى الحركه بحكم نمط العيش جديد الخدمه تقريبا. طيب على هذا المستوى الوقائي، المستوى العلاجي اين نحن اليوم؟ اين وصلنا في العلاج؟ يعني هل هناك تمت مستجدات تطورات حديثه على مستوى العلاج؟ اكيد كاين تطورات بالخصوص في الادويه، يعني وليني بحال اللي كنقول في المراحل الاولى كنتمناو ما نوصلولهاش، يعني الاول كيكون العلاج فيه واحد النظام ديال التغذيه، نعم، وبواحد الادويه اللي بحال نقولوا ديال المستوى الاول. انا يعني بحكم التجربه ديالي كنشوف ان اللي تبع نظام غذائي ومازال ما عنده اعراض في الكلاوي في القلب شحال ما قللنا الادويه في البدو، ويعني لعب دور التغذيه ونمط العيش شحال ما عطلنا انه يبقى غادي تدريجا كيزيد في الادويه كيزيد في الانسولين، لان المشكله ديال المريض المغربي بزاف المرات كيعول على الدواء، كيقول لك صافي انا عندي مرض السكري راه كناخذ الدواء، دونك يبقى كتلقاه كياكل كلشي وكيستنى الدواء بوحديتو اللي يدير تاثير فيه، هذا غلط كبير. يعني ممكن ميم الواحد وصل الادويه زايده ممكن يدير واحد التراجع غير بلو كونترول ديال الحركه ديالو وبالتغذيه ديالو. نعم، يمارس مثلا الرياضه حركاته ولو غير في البيت، يعني بالنسبه للناس اللي هما اللي كبار في السن. ونبيعوا كذلك البرودوي ديال ان الماكله الصحيه راه ماشي حرمان، كاين واحد الغلط الناس ملي كيسمعوا التغذيه عند مريض السكري او عند انه سيحرم من كل ملذات الاكل، فهمتي، كل ما هو سكري حلو. ملي كيشوفوا لونتوراج الناس كيقول لهم صافي دابا فيك مرض السكري يعني ما تاكلش هذه هذه هذه، وحنا كنعرفوا ان الانسان اخر حاجه ممكن نعملوا معاه هي نحرموه، كيولي بالعكس ملي كتقول له ما تاكلش عاد كيولي ياكل اكثر، كل ممنوع مرغوب. دونك نحيدوا الفكره ديال الحرمان اللي نقولوا هي انني غنتهلا في صحتي،
غنتهلا ما نعطيش ذاتي اي ماكله، غناكل الحاجه اللي غتفيدني، الحاجه اللي غادي نحس بها اون فورم، اللي كاين داك الاحساس راه كاين واحد لو غوتور، الواحد كينعس مزيان، كيحس براسو يعني كيطلعوا الهرمونات لي بوزيتيف، كيحس براسو الافكار كليغ، يعني نحاولوا نبيعوا لو برودوي ديال الصحه اكثر من الحرمان وان صافي المرض جا ويبقى الانسان داخل في المنطق ديال انا محروم انا هذيك، بقاو ياكلوا. حنا كنعرفوا ان كاين جدات كيعاودوا عليهم كياكلوا بالتخبيه، تمام، يعني كيوصلوا ياكلوا. صحيح صحيح، جلسه مع وليداتها كتاكل غير هذه وفي لاكاشيط، ولكن هنا ما كيعرفوش علاش ارتفع يعني المنسوب ديال السكري في الدم عند هذه السيده او السيد. اكزاكتلي، هما كيشوفوا ان كاين واحد الالتزام في التغذيه، كيشوفوا التغذيه صارمه، كياكدوا انه كياكل مزيان، كياخذوا الادويه بالحق. ملي كنعملوا الخزان السكر ولا ملي كنعملوا التحاليل كتقول حاجه اخرى مرتفع، وحنا كنعرفوا ان هذا العلم يعني الذات اللي كنعملوا معاها مجهودات راه كتعطي النتيجه، دونك ما يمكنش. دونك كنعرفوا ان راه اون كاشيت، دونك بزاف ديال كاين بزاف ديال الصعوبات اللي كنلقاو باش يلتزم المريض على ود افكار اللي ما كرهتش. وحنا غادي ان شاء الله راه غادي نمشيو بشويه يكون هذا الوعي، انا نبيعوا لو برودوي الصحه ونتهلاو في راسنا. صحيح، هو المهم. داء السكري مرض صامت، يعني الكل يعلم ذلك. نعم. كيف نتبنى ثقافه التشخيص المبكر عند افراد المجتمع حتى لا نسقط في دوامه الاصابه بالداء السكري، يعني خصوصا مع هذه المضاعفات ديالو والتداعيات ديالو، كاين القدم السكري، كاين ايضا الانسان كيتصاب بالعمى، كاين يعني يصاب ايضا بالكلي، يعني كاين مضاعفات اللي خطيره. نعم. جدا. كيف يمكن ان نتبنى هذه الثقافه؟ طبيعي الحال بشكل دوري، يعني ما يبقاش تنحسوا بهذه الاعراض، دائما نمشيو عند طبيب مختص اننا نخضعوا لهذا التحليل. نعم، هنا يعني كنتكلموا دائما على الوقايه والتوعيه والتحسيس. صحيح. فإذا كان يعني جميع المرافق الصحيه ولا المرافق التعليميه، يعني المؤسسات التعليميه، يعني في المجتمع، في الشارع، في اي بلاصه، غادي نتكاتفوا اليد في اليد وغادي نديروا يعني واحد تحسيس للناس بشنو هي المخاطر، شنو هي التربيه بصفه عامه الحياتيه الوقائيه اللي غادي تخليك في منأى على المرض، على راسها الخراط في الرياضه، في الحركه، يعني بشكل بنظام وانتظام. والحركه ما تكونش الا انك تمشي لاصا دو سبور راك درتي الرياضه. انا بالنسبه لي الحركه تكون في الغوتيي اليومي ديالك. مثلا غادي نطلع انا في لاسونسور ولا الدروج، غادي نطلع في الدروج ونخلي لاسونسور. مثلا غادي نمشي للريستورون ولا قهوه، ما نبقاش نقلب قريب، نوقف الطوموبيل يعني نخليها بعيد. غادي نمشي مثلا تسخر، نحاول نمشي على رجلي، ما نمشيش عندي شي موضوع مع شي شخص ولا حد، غنداولوه مع بعضنا، نخرجوا نداولوه في الشارع، يعني نتحركوا. اذا هناك تدخل الحركه اليوميه اللي من المفروض تفوت واحد 10,000 خلفيه يوميا. الا كان الانسان يعني كيرد البال لهذه القضيه ديالو انه شحال كيتحرك فشيء جميل. كاين الناس الموظفين الله يكون في العون نهار كامل في الخدمه والكرسي، كيمشي للدار كيتعشى، راك عارف الشهيوات كتلقى يعني مالين الدار موجودين ولا كانوا الضياف كذلك، تيكون فروض عليه ياكل معهم هذاك الاكل اللي هو غني بالكربوهيدرات وبالمسائل. فهنا كنقول انا الانسان يوصل للدار ديالو بحط ما يجلس ولا في التليفون ولا شي حاجه، هذا يمارس رياضه منزليه، ما كاين مشكل. يعني الانسان كيدوش دونك قبل منها نص ساعه ولا ساعه الله رب يدير ولو رياضه منزليه كيساعد. اذا كان عنده الفضاء يعني اتساع في الدار، ياخذ واحد بسكليت ولا طابي غولون ولا شي حاجه تيدير واحد يعني هادو الاليات اللي قد انا نقول الانسان ينخرط فيهم بشكل يومي غيفك المشكل، ماشي ضروري خصو يمشي لاصال. تماما. كنتي مشيتي لاصال فهو احسن، مشيتي يعني تمارس الرياضه في الهواء الطال كان احسن. صحيح. لكن ظروف احكام يعني هذا تحدياتكم كأهل الاختصاص، يعني نعم. شو التحديات ديالكم في المقبل من الايام، يعني فيما يتعلق احنا اليوم العالم كله يحتفل باليوم العالمي لداء السكري، شو التحدي ديالكم كأهل الاختصاص؟ بالخصوص طبعا الحل الوعي، التحدي هو هاد الثقافه، نميو الثقافه ديال الوعي ديال الواحد، نمط العيش، لان مش يعني صحيح. انتم اقرب لمرضى السكري، يعني كتشوفوا عن كثب شنو هي المعاناه، شنو هي التداعيات، شنو هي المضاعفات ديال مرض السكري لا قدر الله، يعني اكيد عندكم واحد السقف ديال رهاناتكم يعني العلميه. يعني انا اللي كنشوف هي ان اذا وعينا، يعني اذا عملنا المجهود بشوي كاملين بينا،
كيبقى اكيد الطرف يعني المريض خصو يدير المجهود اون فوا كيعرف شنو خصو يدير. هي مسؤوليه فرديه وفرديه يعني واخا الطبيب ولا الصيدلاني ولا الاعلام يعني ناكدوا على الموضوع ضروري يكون ذاك المجهود، راه ما سهلش يعني نبدلوا نمط العيش ديالنا. بالحق اللي ما كرهناش شي ان توصل ثقافه ديال ان الاكل الصحي والرياضه خصها تكون يوميه ويكون واحد واعي بها وهي اللي كتأدي الطريقة التحدي ديالكم باختصار. نظرا للثقافة ديال المجتمع المغربي، الناس اللي قاريين شحال اللي ما قاريش، انت كتعرف كاينه الاميه يعني في المجتمع، ف تلقائيه خديت من الصيدليه بالكاميرا. نعم خديت هذا المنشور، هذا منشور اللي كيبين بالصوره يعني المخاطر ديال التغذيه. جيب اذا سمحتي هنا تماما. دونك كما كتشوف كاين اللي هو بالاحمر يعني بالصفار، اللي بالاخضر مباح بشكل يعني. نعم. يعني اللي فيها الالياف البروتينات هذا مساعد يعني يسهل على العمليه التغذيه ديال الاشخاص مصابين بالداء السكري. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد العالي المرديسي، نورتني. شكرا على كل هذه الاضاءات. الشكر موصول لك دائما دكتوره صوفيا لحطه. شكرا نورتيني. بارك الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعه، وانا على وعد اللقاء بكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.